أندري كالفايان فنان تشكيلي محترف تميز بأسلوبه وتقنياته ومواضيعه، فأنجب لوحات تفتح الحوار مع العجوز والمعاق والطفل والأم والحضارة والإنسان. في العام 1968 أبصر أندري كالفايان النور في جبيل، المدينة التي ألهمت خياله، ومن مينائها استوحى جمالية نادرة جسدها في لوحاته الزيتية. لم يتعلم الرسم في مدرسة أو معهد، بل راح ينمي موهبته الفطرية إلى أن نجح في رسم خط خاص به، فجمع الموهبة والتقنية، ومن خلالهما عرف كيف يعبد درب مستقبله الفني. زاول كالفايان كل أنواع الرياضة التي يهواها، احترف السباحة والكرة الطائرة، وتفوق في الشطرنج والبليار، وفاز بكؤوس وميداليات. هو الذي واجه صعوبات الحياة ترجم قدره إلى فعل عطاء وإبداع انعكس في لوحاته المميزة. منذ العام 1999 بدأت حكاية أندري كالفايان مع الأبواب والنوافذ والشرفات العتيقة التي رسمها باحتراف، ومنها أطل على عالم الاحتراف الفني. ففي لوحاته بيوت هجرها أصحابها وهاجروا أو تركوا الضيعة لتأخذهم المدينة، فيحاول كالفايان أن يعيدهم إلى حنين البيوت والأماكن ومساحات المطارح. في معارض جماعية شارك في لبنان والخارج ونال شهادات التقدير، وعبر لوحاته التي فاق عددها 7000 يتأمل المرء في قدرة أندري كالفايان على تغيير الأشياء، فهو من خلال آلات بسيطة هي الكتر والدبابيس والمسامير يجسد ما تحيكه آفاق خياله لتولد لوحات تغري العيون وتخطفها إلى فن قائم بذاته. فيسترجع هذا الفنان الجبيلي حضارة تنبض بدفء رومانسي. طابت أوقاتكم، أقرت التعيينات